We have long-standing relationships with the Gulf. That enables us to engage with them on difficult issues like human rights, but it's only because of those relationships that we're able to do that. خطفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأضواء خلال قمة دول مجلس التعاون الخليجي التي اختتمت أعمالها الأربعاء في عاصمة البحرين المنامة. من ناحية فإن تيريزا ماي هي أول رئيس وزراء لبريطانيا يشارك في قمة خليجية، ومن ناحية أخرى فإن هذه القمة لم تستحوذ فيها كلمات القادة الخليجيين على أي اهتمام لكونها اشترار لكلماتهم في جميع القمم السابقة ومنذ تأسيس المجلس، إذ لا تخرج عن إطار التحذير من الخطر الإيراني المزعوم. لكن تيريزا ماي فعلت. That I am clear-eyed about the threat that Iran poses to the Gulf and the wider Middle East. فخطابها الذي ألقته على مسامع مشايخ الخليج وأنصت له بكل خشوع لامس مشاعرهم وأحاسيسهم، بالرغم من أنه لم يهدئ من روعهم، لكنه دشن مرحلة جديدة من العلاقات بين المملكة المتحدة ودول الخليج. فتيريزا ماي أعادت التأكيد في خطابها على الخطر الإيراني وأعطت تعهدا لقادة الخليج بأنها لن تتخلى عنهم في الصراع مع إيران سواء في سوريا أو في اليمن. But we must also work together to push back against Iran's aggressive regional actions, whether in Lebanon, Iraq, Yemen, Syria, or in the Gulf itself. إلا أنها رهنت ذلك بالاستثمارات البريطانية في الخليج، إذ قالت وبشكل واضح إننا نبحث عن أسواق جديدة بعد خروجنا من الاتحاد الأوروبي. وضعت تيريزا ماي النقاط على الحروف. دعم بريطاني مقابل مال خليجي. We're working across government to ensure that when we leave the European Union, we get the best deal for the UK. القادة الخليجيون الذين اعتمدوا على الدعم الخارجي ومنذ تأسيس دويلاتهم بدأوا راضين بهذه المعادلة التي يعتبر حاكم البحرين حمد الخليفة عرابا لها، ولكن خوفهم مما تخبئه لهم الأيام يؤرق لياليهم. فخسارتهم في ساحات الصراع في سوريا والعراق واليمن بالرغم من مئات المليارات التي أنفقوها تعجل في حلول الساعة التي سيدفع فيها ثمن جرائمهم. ومما يزيد من قلقهم هي تجارب من سبقوهم أمثال شاه إيران الذي طردته أمريكا من أراضيها وهو الذي كان شرطيها في المنطقة. فتلك التجارب تثبت بأن الدول الكبرى تتخلى عن عملائها سريعا حالما ينتهي دورهم وقبل أن يصبحوا عبئا عليها. ولا شك بأن هذا هو مصير مشايخ الخليج الذين باعوا بلدانهم لحماتهم المستعمرين وتحولوا إلى أداة بأيديهم لتدمير المنطقة.